أخيرا مونديال مع محمد عبد الوهاب هوبا على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. المجموعة الثالثة استراليا. المنتخب الاسترالي بيلعب في كاس العالم للمرة الخامسة في تاريخه. أول مشاركة ليه كانت سنة 74، أما أفضل نتيجة حققها في المونديال هي الصعود لدور الثمانية سنة 2006. المنتخب الاسترالي اتأهل عن طريق ملحقين للصعود بعد ما احتلوا المركز الثالث في تصفيات آسيا برصيد 19 نقطة بعد منتخبين اليابان والسعودية اللي صعدوا مباشرة للمونديال علشان يلعبوا ملحق قدام منتخب سوريا، وفازوا بعد كده قبل منتخب هندوراس وفازوا 3-1 في مجموعة اللقائين. استراليا هتلعب أول مباراة ليها في المونديال يوم 16 يونيو، هتقابل منتخب فرنسا في المجموعة اللي موجود فيها بيرو ودنمارك. بيقود الفريق المدرب الهولندي فان مارفيك بعد ما قاد منتخب السعودية للتأهل للمونديال وقرر الاتحاد السعودي الاستغناء عنه. مارفيك درب قبل كده المنتخب الهولندي وقاد فرق كبيرة زي بروسيا دورتموند وفاينورد وهامبورغ. فان مارفيك بيعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1 وطبقها مع كل الفرق اللي دربها، لكن اسلوب لعبه ما ظهرش بشكل كبير مع استراليا لانه لعب مباراة واحدة قدام النرويج وخسر 4-1. أبرز لاعب هو تيم كاهل أسطورة المنتخب الأسترالي والقائد التاريخي للفريق، واللي بيلعب المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2006 و10 و14. كاهل هو الهداف التاريخي للمنتخب وجاب هدفين في منتخب سوريا في الملحق الآسيوي وكان سبب رئيسي في صعودهم للمونديال. أكبر هزيمة للمنتخب الأسترالي في تاريخه كانت 8-0 سنة 55 قدام جنوب أفريقيا، وأكبر فوز ليهم أمام منتخب صاموا 31-0 سنة 2001، وأعلى مركز ليهم في تصنيف فيفا كان الـ 14 سنة 2009 وبيحتلوا دلوقتي المركز الـ 40. 20 كاس عالم و8 أبطال فازوا بيه، يا ترى مين اللي هيفوز بالنسخة الـ 21 واللي بتشارك فيها مصر بعد 28 سنة غياب؟ اسمعونا بكرة عشان نتكلم عن باقي منتخبات مونديال روسيا 2018 طول شهر رمضان على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. واخيرا مونديال.